هتشوتنا. النهارده بقى انا معايا موهبه فنيه بجد، يعني بنت اموره، والاجمل بقى من كل ده ان هي من اسره فنيه عريقه، ونقدر كده نقول ان هي شاربه الموهبه او شاربه الفن. معايا النهارده حفيده الدكتور فاروق الشرنوبي، والملحن طبعا الكبير كلنا عارفينه، وطبعا كمان الفنان الكبير الملحن صلاح الشرنوبي، وكمان برضو بتهيألي كلنا عارفين الفنان محمد الشرنوبي الشاب اللي هو بيغني طبعا، وصوته جميل جدا وكلنا بنحب صوته. حبيبتنا بقى اللي معانا اسمها أروى الشرنوبي، غير ان هي بقى عضو في فريق دار الأوبرا المصرية وبتغني طبعا، ولكن كمان عندها مواهب بقى عديدة، يعني هنلاقيها مثلا بترسم على الزجاج، بتحفر على النحاس، بترسم لوحات فنية، بتلعب سباحة، بتلعب ألعاب قوى. بصراحة أنا مش عارفة أقول إيه ولا إيه ولا إيه، رغم إن هي عندها إعاقة ذهنية وتوحد، ولكن بجد اللي أنا شايفاه واللي والدتها قايمة بيه معاها دور جميل جدا، وبجد يعني استحالة إن إحنا نقول إن أروى عندها أي مشكلة. فنتعرف عليها ونشوف صوتها الجميل، ونتعرف كمان على والدتها. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك استاذه سميه الشرنوبي، اهلا بيك. اهلا بيكي حضرتك. برحب بيك. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه يا ارو؟ الحمد لله. انت بتغني من امتى يا ارو؟ عندك 9 سنين. من وانا عندي 9 سنين. بتغني فين؟ اوبرا. طب بتحبي مين بقى من المغنيين؟ بحب صباح وام كلثوم وعبد الحليم وسعاد حسني. طيب انا سمعت بقى ان انت حافظه القران بالتجويد وبتدرسي التجويد، وما شاء الله، عايزه اسمع بقى ايه قرانيه بالتجويد واحكامه. والضحى. يلا اتفضلي في المايك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يزدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغني، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. انت بتغني يا أروى بقى أغنية جميلة كده وبتحبيها، عايزك تغنيها لي. أنا سمعتها منك قبل كده جميلة، اللي جده فاروق الشرنوبي ملحنها لي. نحقق. يلا بينا. من حق عيش انا زيك في الحياه، وارسم نهار وشمس طلع فوق شجر، ما هو مش عشان تبقى انت ليا طوق نجاه، توصفني ان اقل من كل البشر. من حق عيش أنا زيك في الحياة، وارسم نهار وشمس طلع فوق صبر، ما هو مش عشان تبقى أنت ليا طوق نجاة، توصفني إن أقل من كل البشر. مسميش واق أنا بس بتحدى الإعاقة، وده فخر ليا، وياك اشوف لو دمع واحدة من عينيك قصاد عينيا. مسميش فوق انا بس. جميل قوي صوتك بصراحة يا أروى، تحفة جدا. عايزاكي بقى قبل ما نختم كده، طبعا احنا شايفين مجهود حضرتك، سواء بقى الهاند ميد اللي أروى عاملاه، عاملة شنطة من الجلد لأنها متعلمة صناعة الجلد، وكمان رسمة على النحاس، دقة على النحاس، وكمان عاملة رسمة على الإزاز،
ده غير بقى الجوائز والميداليات والشغل الخرز الجميل اللي هي عاملاه. بصراحه شغل خرز جميل جدا، عندها مواهب عديده. قبل بقى ما نهدر كمان الدروع والحاجات دي، طبعا في نهايه اللقاء عشان بس الوقت انتهى مننا، بشكر حضرتك استاذه سميه الشرنوبي. وبشكرك يا اروى حبيبتي اروى الشرنوبي. اشوفكم في حلقه جديده من برنامج ماما شاتو.